أهلا بيكم. الأعشاب وسم النحل والأمراض الروماتيزمية المناعية. بعض أنواع الأعشاب وأيضا سم النحل ممكن تسكن الألم في أي نوع من أنواع التهابات وألام المفاصل، بما في ذلك أمراض المفاصل المناعية اللي هو موضوع السلسلة دي. وهنا نحب نقول حاجتين. الحاجة الأولى، أقصى ما تحققه الأعشاب وسم النحل تسكين للألم، ليس لهما أي فائدة علاجية، يعني لا توقف تطور المرض. الحاجة الثانية، على الرغم من أنها حتى ممكن تسكن الألم، لا ينصح بهما المجتمع العلمي، لأنه لا توجد أبحاث علمية تزكي استخدامهم كمسكنات حتى آمنة. المؤسف جدا بقى أنه يتم ترويج الأعشاب وسم النحل بقوة للمرضى على أنها علاجات فعالة لقائمة طويلة من الأمراض، من ضمنها الأمراض الروماتيزمية المناعية. طيب نقول كلمتين عن الأعشاب بالذات وزيهم على سم النحل بالذات. اللي معروض على الشاشة دلوقتي جملة هي خلاصة الكلام في الأعشاب حاليا، وهي من مصدر طبي معروف اسمه Up to Date، معظم الأطباء عارفينه طبعا، وده موقع يتم تحديثه باستمرار، وفي معظم الأبحاث الحديثة اللي معمولة في مجالات كتيرة في الطب. الجملة مكتوبة بالإنجليزي وأنا كاتب العربي بتاعها أهو. أنواع مختلفة من التركيبات العشبية تمت دراسة إمكانية وجود فوائد لها في التعامل مع التهابات المفاصل، إلا أنه لم يثبت بأي دليل أنه يمكننا تزكية أي منها على أنه فعال أو آمن للاستخدام في البشر. سم النحل بقى نقول كلمتين عنه. سم النحل مسكن قوي جدا جدا. سم النحل أيضا يمكن أن يعرض حياة شخص ما للخطر بسبب الفرصة الكبيرة نسبيا لحدوث تحسس لمكوناته. لهذا السبب لا يوافق الأطباء على توصيف سم النحل كعلاج يصرف بروشتة الطبيب في أي دولة في العالم يمارس فيها الطب بقواعد وأسس صحيحة. الجملة بقى بتاعت سم النحل من برضو نفس المصدر اللي هو Up to Date. سم النحل له تأثير على جسم الإنسان في التجارب المعملية، إلا أنه لم يثبت أي فائدة إكلينيكية حقيقية له. طبعا ناس مش قليلة مش هيعجبها الكلام ده، واللي بيعالجك بأعشاب وحجاب وسم النحل ولبن البرغوت هيقولك عادي الراجل حاتم ده وحش، وأنا موافق جدا، ده شيء يسعدني. قول أنت بس حاجتين. واحد، اديني المصدر او الابحاث العلمية المنشورة اللي بتقول ان الاعشاب او سم النحل بتعالج المرض بتاعي. مفيش حاجة اسمها بتاع الاعشاب يقولك ادينا اعشاب لأم سيد وتحسنت. الطب ما بيفهمش في أم سيد، الطب بيفهم في الابحاث العلمية. الحاجة التانية وقلتها لك في فيديو قبل كده، اطلب منه تقرير مكتوب بخط ايده وممضي باسمه ان العلاج الدوائي اللي احنا بنقول لك عليه وحش او مش مهم، وان الاعشاب اللي هو بيوصفها لك ويكتب اساميها في التقرير هي علاجك. محدش عمره هيديك تقرير او اي حاجة زي كده.